بسم الله الرحمن الرحيم. نطق جمل وشرح قواعد أولى ابتدائي لغات، حصة يوم السبت 16/9. النهاردة حضراتكم اتكلمت عن صفات الملكية اللي هي position adjectives، أربعة خدناهم النهاردة: my ويور وهيز وهير. يعني ايه صفات الملكية؟ يعني مجموعة من الكلمات بتوضع أمام اسم الشيء المملوك عشان تنسب ملكيته لصاحبه أو لمالكه أو للإسم الأقرب إليه. كلام واضح جدا. طيب لما أجي دلوقتي يا أولاد في أول جملة ويا بنات وأولياء الأمور الأعزاء، عايز أستخدم كلمة ماي. ماي لما عاوز أنسب ملكية أي شيء لي أنا كمتكلم. فالجملة الأولى بتقول This is me، هذا يكون أنا. My name is I، اسمي يكون علي. طيب عايز أنسب ملكية شيء لك للمخاطب، فأنا بقول This is you، وأنا بشاور عليك This is you، هذا يكون أنت. أوكي. Your name is Khaled، اسمك يكون إيه؟ خالد. نسبت الاسم لك. طيب هاجي دلوقتي على المؤنث. This is my sister، هذه تكون أختي. هنا مؤنثة مفردة، يبقى تاخد هير. برافو. Her name is نورهان، اسمها يكون نورهان. طيب This is my brother، هاجي على المفرد المذكر. أوكي. هذا يكون أخي. His name is أيمن، اسمه يكون إيه؟ أيمن. يبقى زي ما احنا قلنا my ترجمتها يا الملكية، your كاف الملكية أو كم مع الإيه؟ مع الجامعة هنخدها بعدين. his هاء الملكية للمفرد المذكر، ها her للمفردة المؤنثة. أوكي. وطبعا الكلمات اللي خدوها النهاردة هي صفات الملكية وحفظ واجب 5 مرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.